الفترة المسائية الخاصة بلقايا أصحاب السمو الشيوخ الساعة 2:30 انطلاقة الشوط الأول. هنا مشاهدينا شوط آخر ينطلق، والشوط العاشر الخاص بالبكار المحليات الأصائل، اللقاية تنطلق والآمال هناك والترقبات والحضور الجماهيري وأيضا والشاشة هناك متابعات كثيرة عبر قناة ياس الرياضية. المركز الأول في الشوط، المركز الأول الضبية لمبارك بن حمد بالعود العامري، ومن البداية هنا أيضا مسوية مشاكل في الصدارة يا بالعود ما شاء الله، ولكن شوف اللي وصلت، شوف هنا الدخول من الشاهنية مانع بن أحمد بن حمد الدرمكي الذي أيضا أطلق في هذه اللحظات العنان وانطلق بقوة وانطلاق إلى مقدمة الشوط. يبي يباعد بن حمد من البداية، يبدأ هذا الشوط بقوة. المركز الثاني، الثاني هناك منافسة، هناك دخول، هناك أيضا العزوم بدأت تعزم مع ملكية محمد بن صالح بن حرمش المنصوري. هذا الشعار أيضا الجميل من عمق الميتان، أرى هناك دخول وأرى شعار الفيلسوف، هناك أيضا أرى الشعار رمحاوي الذي يتقدم دائما مشاهدينا بالأمتار الجميلة والأمتار المجنونة كما يذكرون بعض المحللين. الدخول والقدوم ما شاء الله وتبارك الرحمن، هي كذلك كما نتابعها سوق لمبارك بن أحمد بن مايد الخيالي انتقلت إلى الثاني، الانتقل للثالث مين أرى من الدخول، شوف القدوم وشوف التي وصلت في هذه اللحظات، شعار بن عميرة مع ريمة حمد بن مطر بن عميرة الشامس الذي بدأ يتقدم في هذه اللحظات وينطلق في هذه اللحظة. الله يا سلام، شوف الانتقالات، أرى شعار المجازف، الشوط فيه قوة، الشوط فيه شعارات عملاقة، الشوط فيه فضائح قوية، أرى شعار المجازف يقدم لنا هذا هو النجم الجميل ونجم المنتخب. الله يا سلام، انتقالة جميلة وعرض مميز هذه اللحظات كما نتابع مشاهدينا. من هناك اسمه ايضا اسمه عتيق بن محمد بن زيتون، نعم مع منازف واسمها منازف، الله مع المجازف، الاسامي كلها متقاربه والشوط قوي للغايه، اللي بيقرب يقرب من البدايه. الله على تا، الله على الشوط يسير باداء جميله. هناك ايضا طموح او طوع حمدان بن سعيد بن حمرور العامري، ولكن ينطلق في هذه اللحظات، ينطلق في هذه اللحظات الشعار الجميل من الشعارات المميزة من الشعارات الجميلة التي تعرف طريق للنهاية، العدل دائما وأبدا. هنا في صدارة الشوط ريمة، وريمة في هذه اللحظات ما شاء الله وتبارك الرحمن لسعادة حمد بن مطر بن عمير الشامسي يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق في هذه اللحظات. الله يا أبو شاب، شوف الصدارة والمركز الثاني، المركز الثاني والقدوم اللي قادم مين طوع، وصلت حمدان بن سعيد بن حمرور العامري ايضا لا يستهان بها، ديل بارك يا ابو شاب، والمجازف مع منازف، المجازف مع منازف. الله يا سلام، هنا في هذه اللحظات وفي هذا الشوط ما شيء باقي. هناك ايضا عتيق بن محمد بن زيتون بدا يتقدم في هذه اللحظات، هناك الشاهنيه واحمد بن خليفه بن رشيد السويدي يتقدم في هذه اللحظات. شوفوا الأداء، شوفوا الشوط يسير، شوفوا الأداء يسير. الله، وصلت هناك أيضا الخامسة الشاهنية وسعيد بخيت بن ناصر العامري شعار بن نوبي، ولكن نعود إلى المقدمة وأولى المركز الأول اللي تقود الشوط، بن عمير يقود الشوط مع ريمة. الله، ولكن شوف اللي خبرتكم عنها ما شيء باقي، ينطلق البكار ويقدم الأداء الجميل، شوفوا من الجانب الآخر. الله يا طوع، الله يا حمدان، يا حمدان، يا بن سعيد، يا بن حمرور، يا العامري، أطلق العنان في الأمتار الأخيرة. والمركز الثاني ما زالت هناك الريمة لسعادة حمد بن مطر بن عمير الشامسي،
ولكن الصدارة ذهبت مع المقدمة ومع المركز الأول. تهانينا لراعي الطوع حمدان بن سعيد بن حمرور العامري، هنيالك هنيالك. المركز الثاني ريمة لحمد بن عمير الشامس. المركز الثالث هناك وصلت كما ذكرنا في المركز الثالث كما تقدمت مشاهدينا. الله، هذه منازف لعتيق بن محمد بن زيتون. والمركز الرابع الوصول والقدوم كانت من الشاهينية لأحمد بن خليفة بن رشيد السويدي. المركز الخامس الشاهينية وسعيد بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، والتوقيت عند الهواري. مشاهدينا في كل مكان والإعادة وساعات الوصول 6:36. تهانينا مشاهدي الأعزاء لمالك مشاهدي الأعزاء التي قدمها لنا أيضا العامري وعطوع حمدان بن سعيد بن حمرور العامري، له التحية على الفوز الجميل. المركز الثاني التي وصلت المركز الثاني 7:37 توقيت ريمة لحمد بن مطر بن عمير الشامسي 6:04 من الثانية. أما المركز الثالث اللي وصلت كانت منازف لعتيق بن زيتون المهيري